في أي عام استقلت جيبوتي عن الاحتلال الفرنسي؟ 1975، 1977، 1967، 1987. متى استقلت جيبوتي عن الاحتلال الفرنسي؟ في تقريباً فترة السبعينات أعتقد أو الستينات، بس ما متأكد منها. بس السبعينات إيه ما بعرف يعني. ممكن نغير السؤال يعني؟ فينا نغير السؤال، بترجع للمليون. لا، أكو سؤال تغيير. في سؤال تغيير ببلاش. بلاش. برافو عليك، والله طعم. حافظ على مصلحتك يا محامي. إيه. بنغير له السؤال ببلاش، بس فرجونا إذا بتريدوا الجواب. 77. كنت متوقع 77. يلا. هلا دي معك مليونين، بيفضلوا مليونين، بنغير لك السؤال ببلاش. في أي عام هجري وقعت غزوة مؤتة؟ 6 هجرية، 8 هجرية، 4 هجرية، 10 هجرية. والله أفكر بين 8 و10 شوية يعني. أيه. كانت بداية الهجرة معارك معروفة. أيه. بداية الهجرة اللي هي أحد وبدر، لكن بعد الهجرة بفترة إنه 8 هجرية أو 10 هجرية. إيه يعني أنت بتختار، أنت بتختار. يا ريت فيني ساعدك. فين نغير السؤال؟ إذا غيرت السؤال هون بدك تدفع ثمنه وبترجع للمليون. نعم، وكل الأحوال إذا جاوبت جواب خطأ أيضا نرجع للمليون. خلينا نستخدم الوسيلة الأخيرة عندنا. كل الأحوال إحنا راح نرجع للمليون. إيه صحيح، تبديل السؤال. تبديل السؤال. يلا بنبدل له السؤال، خلينا نشوف الإجابة صح. 8 للهجرة. يعني قلتها أنت، قلت بين 8 و10. يلا نغير لك السؤال. إحدى هذه المدن اتخذها الأدارسة عاصمة لهم. الرباط، فاس، مكناس، أغادير. ما الأدارسة في المغرب العربي؟ نعم، في المغرب العربي أكيد. المدن المتشابهة أيضا. إن شاء الله نقول الجواب الرابع أغادير. أنت كيفك؟ يعني أنت بدك تعطيني إجابة، أنا ما فيني أثر عليك لا سلباً ولا إجابة. إحدى هذه المدن اتخذها الأدارسة عاصمة لهم. الرباط، فاس، مكناس، أغادير. شو عم تفكر؟ والله يعني هي الدول كلها، المدن العفو كلها مدن المغرب العربي، وهم لا دارسة. إيه؟ في المغرب العربي. في مدن تتميز عن غيرها يعني. هي المدن كلها أصلاً دارسة يعني، انتشروا بهذا البلد، لكن عاصمتهم. إيه؟ يعني أشك بين مكناس أو أغادير. إيه إيه، ما بقى فيك، ما عندك وسائل مساعدة بقى. أتوقع مكناس. ما فيني اقول لك بصراحه، يا ريت فيني ساعدك.
الرباط. الرباط هي عاصمة المغرب. الرباط شو؟ بدنا جواب. ما فينا نطور كتير لأنه يحير. في كمان متسابقين منتظريننا. ما بعرف نقول فاس إن شاء الله. فاس؟ فاس نهائي؟ جواب نهائي إن شاء الله. قلت فاس يعني بالأول رحت على أغادير، يعني هي دول المغرب العربي يعني. بس أغادير حقيقة. أغادير بعيدة إنها تكون عاصمة الأدارسة يعني. الأدارسة كانوا في قلب المغرب، في وسط المغرب يعني. يعني أنا بعتقد كان الخيار عندك بين مكناس وبين فاس. قلت مكناس. رجعت طلعت من مكناس إلى فاس. هني حد بعضه انتبه. يعني انت وطالع من فاس بتمر بمكناس. بس حسنا اخترت، هي فاس كانت عاصمة الأدارسة معروفة. فاس، فاس مدينة عظيمة. ليش قلت لك انا في مدن بالمغرب إلها تاريخ. فاس